فيها بالتفصيل في فقرات كتيره قوي. لكن اورام الراس والرقبه ده جديد يعني، بعيد شويه عن اورام المخ. في البدايه دكتور يعني تقول لنا نبذه سريعه كده، ايه هي اورام الراس والرقبه بغض النظر عن اورام المخ؟ يعني احنا مش بنتكلم خالص النهارده عن اورام المخ. لا مش الجهاز العصبي. في عنوان كده اسمه سرطان او اورام الراس والرقبه. ده بيشمل من اول فروه الراس لحد اخر الرقبه من تحت، بعيدا عن الخلايا العصبيه او المخ. فبيشمل فروه الراس، الجلد، الجيوب الانفيه، الحنجره، الغده الدرقيه، الفك، اللثه، اللسان، الشفايف، كل ده مكان للاورام. يعني هي باينه، هي ظاهره. طبعا يعني بتيجي في الجلد وفي الوش وفي الفك وحوالين الشفايف، وحوالين الشفايف واللسان واللثه. فهي ده مكمن الخطوره بس. يعني ان في وش الانسان. فعشان كده ده تلاقي ما حدش كتير بيتكلم عن اورام الراس والرقبه، وما حدش كتير حتى ايه من الجراحين او الدكاتره بيحبوا يشتغلوا الحكايه دي، لان في وش المريض. اي غلطه بتبان. مش حاجه مستخبيه ورا من جوه، مش جوه البطن، ما حدش شايف حاجه، او في الحوض او بتاع. وصعوبتها دكتور زي صعوبه مثلا اي ورم متداري مثلا او جوه الجسم؟ لا، أصعب. هي اصعب. اصعب الاستئصال ممكن، مش المشكله برضو في اورام الراس والرقبه الاستئصال. هو التصليح ما بعد الاستئصال، ما بعد الاستئصال وازاي نصلح الديفكت اللي حصل او المشكله اللي حصلت. طب عرفنا شويه هي بتوجد فين اورام الراس والرقبه، بعيدا او بغض النظر عن اورام المخ، دي ملهاش علاقه، وده اللي عرفته من دكتور قبل الفقره. دكتور دي تعتبر انواعها ولا دي اماكن تواجد الاورام في الراس والرقبه؟ لا، الانواع مختلفه، انما الاماكن اللي بتحدث فيها الاورام دي زي ما اتكلمنا من اول، القرحه السرطانيه في الجلد مشهوره في السن الكبير في المناطق المعرضة للشمس. معانا فيديو دكتور يوضح بقى. الفيديو ده بيبين اللي هو فحص الداخلي للفم، الغشاء المخاطي، باللثة، بالأسنان، بحوالين الشفايف، كل دي مناطق معرضة. يعني الغشاء المخاطي للفم كله معرض للإصابة بالسرطان. يعني ممكن يجي في الجزء الداخلي من الشفايف، في اللثة، في اللسان، في أول البلعوم، كل دي في الحنجره من الاحبال الصوتيه. كل ده مناطق معرضه للاصابه بالسرطان. ومشكلتها ان المريض بيشتكي بقرحه، يروح ياخد علاج لهذه القرحه اللي في اللثه او في حوالين السنان او في الفك. وغالبا الاول طبيب بيشوف المشكله دي طبيب الاسنان. فلو طبيب الاسنان مش واعي للقصه دي، ممكن المريض يضيع عليه وقت كتير في علاج حاجه مش هتتعالج. ملهاش علاقه بالاسنان خالص. ملهاش علاقه بالالتهابات الاسنان او الخراج حوالين الضرس او الكلام ده. وشفنا عيانين كتير بيستمروا في علاج اسنان وعلاج للثه، وهو المشكله في خلايا سرطانيه في القرحه دي. يعني وجودها جنب الاسنان او في اللسان او في اللثه، فالمريض حاجة ورمة طالعه له، فأكيد ده إيه؟ في الفم، فبيروح لدكتور الأسنان. دكتور الأسنان. فممكن الدكتور ما يشخصش صح، فيستمر بقى في علاج. تبقى دي المشكلة. تبقى دي المشكلة. أنا والمريض بس لازم يبقى عنده فكرة إن أنا عندي قرحة أو حاجة غريبة في بقي، وآخد علاج. وما يجيبش كويس نتيجة. وما يجيبش نتيجة بعد أسبوعين. ما طولش بقى. لا، لازم أبتدي آخد عينة. أفحص أشوف الورم ده إيه. خاصة بقى كمان في المدخنين، لأن سرطان الفم والغشاء المخاطي لحد الحنجرة وكل الغشاء المخاطي للفم ليه علاقة مباشرة بالتدخين. اللي بنشوف دكتور الصورة بتاعته على